قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث الشريف جزاكم الله خيرا. نعم، العدوى هي تعدي المرض من جسم إلى جسم آخر، من المريض إلى الصحيح. هذه العدوى، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، والعدوى موجودة، ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه بدون تقدير الله عز وجل وبدون أمر الله سبحانه وتعالى. الجاهلية ما كانت تؤمن بأن العدوى بإذن الله عز وجل، وإنما كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، ويبالغون في أمر العدوى ويفعلون أفعال قبيحة فرارا من العدوى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورد الأمر إلى الله. فالعدوى موجودة، ولكنها كغيرها من الأمور لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فيجب التوكل على الله عز وجل مع ذل الأسباب الواقية من العدوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجنون فرارة من الأسد، وقال صلى الله عليه وسلم في الوباء إذا كان في بلد فلا تقدموا عليها، ومن كان فيها لا يخرج منها. كل هذا من أجل عمل الأسباب الواقية، التوكل على الله مع الأسباب، مع ذل الأسباب الواقية المباحة من العدوى، هذا أمر مطلوب. أما اعتقاد الجاهلية في العدوى وأنها تنتقل بنفسها بدون إذن الله وبدون تقدير الله، هذا هو الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى. وأما الطيرة فهي شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. والطيرة معناها التشاؤم، تشاؤم بالطيور والتشاؤم بالحيوانات والتشاؤم ببعض الأشخاص، واعتقاد أنها تؤثر على من خالطها أو قاربها، لأن هذا من اعتقاد الجاهلية، لأنه اعتقد أن أحدا يضر من دون الله عز وجل. هذه هي الطيرة، وهي شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجد في نفسه شيئا منها فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. في حديث آخر اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت. فيقول هذا الدعاء، وأيضا يعزم على الطريق على الأمر الذي مضى إليه، ولا ترده الطيرة عما عزم إليه. قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالطيرة إذا أثرت على الإنسان وترك العمل الذي أراد فعله تأثرا بالطيرة فهذا شرك بالله عز وجل. أما إذا وجد في نفسه شيئا من التشاؤم لأنه قل من يسلم من ذلك، بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة تكافح بثلاثة أمور: أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيا المضي في الأمر الذي عزم عليه ولا يرجع عنه خوفا من الطيرة، والأمر الثالث أن يقول هذه الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.